في سياق آخر، وبمقر عملة أوسرد بالداخل وبحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين، تم تسليم هبتان ملكيتان لفائدة زاوية الشيخ محمد المامي وزاوية أهل محمد سالم، وذلك في إطار الذكرى 14 لوفاة المرحوم الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله فرعه. لهذه المناسبة أعرب شيوخ ومريدي زاويتين عن امتنانهم وتقديرهم للالتفات المولوية وما تحمله من دلالات للرقي بالحقل الديني بإقليم أوسرد، مبرزين في الآن نفسه دور الزوايا في ترسيخ قيم الإسلام السمح والتصوف السني الصحيح. والفوز بالجنة والنجاة. هذه السنة تتزامن مع الذكرى 14 لوفاة جلالة المأهور له الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى ورعاه، وهي هبة وصل بينات القصر الملكي والزوايا تكرما وعطاء وسخاء من القصر الملكي والجالس عليه لرواد هذه الزاوية. هذا اللقاء يدل على شيء، فإنما يدل على اهتمام جلالة الملك برعاية الأوفياء في الأقاليم الجنوبية وفي كل الأقاليم المغربية، خاصة أهل العلم أهل الدين، الزوايا اللي ينشروا العلم وينشروا القرآن وينشروا العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، يكت بعض الناس من الغلو والتطرف إلى غير ذلك. وهذه هبة مولوية سامية كريمة عودنا عليها صاحب الجلالة.